اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نرجوك ألا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرّجته، ولا كربا إلا نفّسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا شابا إلا هديته، ولا شابا يريد العفاف إلا زوجته، ولا فتاة إلا سترتها، ولا زوجة إلا أصلحتها، ولا أما أو جدة إلا بالصحة والعافية مددتها، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح، إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نرجوك أن تعطي لكل واحد منا مسألته وخيرا مما يسأل، يا جواد يا كريم يا رحمن يا رحيم. اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لوالدينا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم من أبقيته منهم حيا فأطل عمره في طاعتك، ومن توفيته منهم فاجعل قبره روضة من رياض الجنة، هو وجميع موتى المسلمين، يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل اللهم تركيا آمنة مطمئنة، وجميع بلاد المسلمين. اللهم اجعل تركيا آمنة مطمئنة، وجميع بلاد المسلمين. اللهم واحفظ سلطان هذه البلاد، السلطان رجب طيب أردوغان، اللهم احفظه بحفظك واكلأه برعايتك يا رب العالمين. اللهم واحفظ لتركيا شعبها وجنودها وحدودها، وارحم شهداءها، واحفظ علماءها، واحفظ عالمنا الشيخ عثمان نوري تباشي يا رب العالمين،
وشيخنا الغالي فاتح يا رب العالمين. اللهم انفع بعلمهم البلاد والعباد. اللهم ووفق بلدية أسكدار يا رب العالمين. اللهم وفق رئيسها وكل من يعمل فيها يا رب العالمين. اللهم واكتب الأجر والمثوبة لمن كان سببا في جمعنا يا رب العالمين. اللهم وارزقنا جميعا الفردوس بلا حساب ولا عقاب، وارزقنا مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ولا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، فإن هذا النعيم ليس بعده نعيم. اللهم احفظ خادم الحرمين الشريفين ونائبه وجميع حكام المسلمين. اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم اجعلهم عزا للإسلام والمسلمين. اللهم هم وسلطان هذه البلاد السلطان نورا على نور، واجعله عزا للإسلام والمسلمين، وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة يا رب العالمين. إلهنا وخالقنا ومولانا يا الله يا الله، لا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين ولا من رحمتك مبعدين يا أرحم الراحمين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله أكبر. اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله، وعاملنا بما أنت أهله يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.